الحكومه كتقول لك ودي كتعطيهم مبررات ان الطاقه والاقتصاد. انا بغيت نفهم ان المواطنين والمواطنات واش حنا كيهمنا المواطنين والمواطنات والمغاربه كاملين اللي رافضين هذا التسعير، كيهمنا الاقتصاد؟ شحال ديال الاقتصاد؟ شحال الميزانيه ديال الدوله اللي كتمشي؟ ميزانيه شحال ديال الملايير ديال الدرهم اللي كاينه الميزانيه كميزانيه الدوله؟ وهاد 230 هي اللي غتحل لنا حنا المشكل ديال المغاربه. ما باغيناش، حنا اللي كيهمنا هي الرغبه ديال المغاربه. خلقت مشكل كبير، لان التعليم كيقيس جميع الاسر المغربيه، حيت التعليم كيقيس جميع الاسر المغربيه. وفعلا راه خلق مشكل، لان ملي قلتي لي من الوحده للجوج راه خلق مشكل. ولولا ان هاد النقابات وطنيه اللي بسته، نقابات بسته اللي كانوا على مستوى الوطني وعلى مستوى الجهات والجهات والمديريات الاقليميه والولات اللي كانوا اللي حضرنا في اللقاءات وكنا كندبروا هذا المشكل باش نحلوا المشكل. لان علاش؟ لان ما بغيناش نزيدوا داك، لان حنا هذه بلادنا، حنا كنحافظوا على الاستقرار وعلى التمره اللي الاستقرار اللي كتنعبيه بلادنا والنعمه اللي كنعبوا بها، بغينا نحافظوا عليها. لان لو تمس كنت مسؤول اثنين، مصلحه الاستاذ مصلحه التلميذ مع الاستاذ، مصلحه الاستاذ مع التلميذ. لان كانت هذاك الوعاء الزمني او الغلاف الزمني ديال التلميذ تنقص منه ساعه، وكان الاستاذ تاهو غيضطر لانه باني الحياه ديالو على داك نص النهار ديالو عاطيه، اما كيخدم الصباح اما العشيه بالاخص في الثانوي الاعدادي، غادي يولي يضطر يجي بعض المرات الصباحات وعشيات، وغيولي خالق مشكل مخلوق مشكل كما قلت لك انا. ثانيا غادي نرجع واحد النقطه ديال بالنسبه لهاد 8 ونص 6 ونص، راه دابا 6 راه حنا في الدار البيضاء و6 كطيح الظلمه.